قويا بالرغم من انه الحديد القائل ليس المفكر محمودا ولو تدعو. في حضرة الأفراد حرام ان تبذل الكلام والتكريم حتى ولو كانت المدينه لنا وتوصيفها ونفسها لنا. وهذا هو الليله يحدثنا بإسهاب عن كيفية نجاحه لتفلق القمم السبع. والهدف الأساسي الذي ننظر إليه معكم من خلال هذا الإطلاق هو أن لا شيء مستحيل عندما يقرر المرء تحديث قلبه متفتحا بالعلم الوفير والعزم الغزير والإيمان الكبير على مثال المسيح تعالى. قيل في المثل العربي المعروف من طلب العدى سهل الليالي بعد انجاز مكتب سعيا صار يكثر خدمه ان يزيد ملؤه بالفعل. وصار كل الكون غامر الناس استهزوا في كل وعيا بطل نجدان في فعله غامر اسمه خلدوا مكتب سعيا. المسيح وعائلاته الفزع والجوع والسلس المثلث عذاب لهم خطه مماته رؤي وصفه تخطى معنا فيرفع على معارات ان جسم لبنان صادر في حياته. I got away with
تعالى ستة نفر اليوم الصبح في 12 ساعة يبعثني إن تعالى نبعد نزلت 50 متر طاقين رائع جدا ولكن هو نرجع لبلدي لأنه اختار معي بلد أنا زوجي كتب طبعا سنة فوق تعرفتي عن طول خمس في جديد السنة وثم السرعة الحقيقة حدث على السرعة كنت خيار مجيب كنتي جديدية بس أنا ليه يا عمي مخيم من الجرارة بشوي يعني من ثلاث و 450 أو 350 متر أمرضة في شخص ميت قرار عليها ورئيسها ورئيسها بس انا عامل فيه كنت حد واحد تاني عم بيموت الدنيا هو قررت انا المخيم المتقدم والمخيم الاول المحصن والمطلق بس قالوا لي في الاسبوع اللي كنت فيه تمام لا فينا نعيش دور لا فينا ننام دور لا فينا هاي اول مره في حياتي نطلع على شخص عم بيموت الدنيا ما ادري انا يا الله اني اثرت عليه كثير جوز طيب جوز يعني على اني في الكون ولو حضرت سنه بسرعه بتصور كثير اني عرفت ان المخيم المتقدم كله مع الدكتور الجمالي وكان يوم الاول والثاني وأنا أريد أن أقول لك أن أنا 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 أريد أن